السلام عليكم طلاب صف ثامن، كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير. في المرة السابقة تكلمنا عن العوامل التي ساعدت على قيام النهضة الأوروبية، زي ما خبرنا وقلنا أي مربع في الكتاب لازم نعرف المربع ده بيتكلم عن إيه. آخر مربع أخذناه وهو العصور الوسطى وتعريف العصور الوسطى، وهي العصور التي بدأت من القرن الخامس الميلادي إلى فتح القسطنطينية عام 1453. وأهم ما يميز هذه الفترة وهو أنها اتسمت الكنيسة وهي مسيطرة على المفكرين والأدباء، وأيضا نظام الإقطاعيين ما يميز هذه الفترة. تمام يا صف ثامن؟ لو ما في شيء واضح تواصلوا معنا. طيب هنا في هذا النشاط، نشاط رقم 3، المفروض بنعرف أهم الأدباء والعلماء والمفكرين في أوروبا. عندنا دانتي وليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو، العديد من العلماء، بس هنا في تكملة للعلماء، نبحث في جوجل ونعرف إيه ما أهم ما يميز العلماء، وأيضا مكان الولادة نعرف أين ولدوا ونعرف أهم ما قاموا بعمله. تمام؟ اللي ما يعرف يتواصل معي، راح أصور لكم هذه الصفحة وراح أرسلها لكم على جوجل كلاس. ما نتركها، هذا النشاط مهم وراح نستكمل درسنا اليوم. دور الحضارة الإسلامية في قيام النهضة الأوروبية. زي ما احنا قلنا، في الوقت الذي كانت تتميز فيه أوروبا بالجهل وعدم الفكر أو عدم وجود كتب وعدم وجود ثقافة، أشياء كثيرة كانت لا توجد بها أوروبا ولا تتمتع بها. في الوقت الذي كانت فيه الحضارة الإسلامية تتميز بالنهوض ويوجد بها العديد من المفكرين والعلماء والأدباء والعديد من المؤلفات والكتب، فكانت الحضارة الإسلامية متطورة، أما الحضارة الأوروبية تتميز بالركود والجهل وعدم الفكر والمعلومات، ليس لديهم أي شيء. فساعدت الحضارة الإسلامية الحضارة الأوروبية على النهوض، ومن أهم أو أبرز المعابر التي ساعدت أوروبا معبرين. عندنا من أهم المعابر أو أبرز المعابر التي ساعدت أوروبا على النهوض، أهم أو أبرز المعابر، عندنا معبرين. أهم أو أبرز المعابر التي ساعدت على اتصال المسلمين بأوروبا وهو معبر الأندلس وصقلية. طبعا هنا على الخريطة مهم جدا نعرف أين تقع الأندلس وأين تقع صقلية. شايفين جزيرة صقلية توجد في البحر المتوسط. طبعا هنا زي ما احنا خبرنا الحصة السابقة، هنا قارة أوروبا تجاور قارة آسيا، فهنا عندنا في قارة أوروبا طبعا هنا إيطاليا زي ما احنا عارفين، إيطاليا تحتها مباشرة توجد جزيرة صقلية في البحر المتوسط، فهي جزيرة تعتبر معبر من المعابر التي ساعدت اتصال المسلمين بأوروبا. يبقى أبرز المعابر عندنا الأندلس وصقلية. تمام يا صف ثامن؟ بعد كده عندنا من خلال الاتصال الفئات التي اتصلت بالأوروبيين، عندنا ثلاث فئات. يبقى ارتبطت عناصر هذا الاتصال بثلاث فئات، أهم
ومين يقول لي يعني ايه المسلمون المهاجرون؟ يعني المسلمون الذين هاجروا من بلدانهم الى اوروبا، طبعا هم المسلمين، فاتصالهم بالاوروبيين يجعلهم يسالون المسلمين ما سبب هذه المعامله الطيبه؟ ما سبب هذه الاخلاق؟ فمن خلال تعاملهم مع المسلمون المهاجرون الى ايطاليا انتشر الفكر الاسلامي وانتشرت ايضا الثقافه الاسلاميه. طيب اول شيء قلنا المسلمون المهاجرون، ثاني شيء وهي المسلمون الفاتحون. يعني ايه المسلمون الفاتحون؟ هم المسلمون الذين قاموا بنشر الدين الاسلامي وقاموا بفتح البلاد ونشر الدين الاسلامي. طيب اخر شيء وهم المغلوبون وهم من ولدوا وهم من امهات غير عربيات اسلموا واصبحوا المغلوبون منهم مسلمين وشكلوا فئه كبيره جدا من المجتمع الاوروبي. فدعم بنا الثلاث فئات التي اتصلت بهم اوروبا مع المسلمين. يتبقى لنا المسار التي اتخذته اوروبا للمسلمين، او كيف اتصلت اوروبا مع المسلمين. هنا المسلمين هم من اتصلوا باوروبا. طيب نعرف ازاي اتصلت اوروبا بالمسلمين. يبقى هنقول وسائل الاتصال الاوروبي. وسائل الاتصال الاوروبي اخذت مسارين، اخذت مسارين. المسار الاول والمسار الثاني. يبقى وسائل الاتصال الاوروبي، كيف اتصلت اوروبا بالمسلمين؟ عن طريق مسارين. ايه هو المسار؟ يعني من خلال اتصال اوروبا بذهابهم الى المسلمين وشن حرب الفرنجه. حرب الفرنجه يا صفا من عن طريق حرب الفرنجه. كانت 1096. حرب الفرنجه يا صف ثامن، وهي الحرب التي شنتها اوروبا على المسلمين، ومن اهم البلاد التي شنت عليها هذه الحروب بلاد الشام وتركيا ومصر. فذهبت اوروبا لشن الحرب على هذه البلاد، ولكنها ولكنها لم تستفيد بهذه الحرب، وايضا لم تكسب المكاسب التي كانت تذهب اليها لتكتسبها هذه الحروب، ولكنها ساعدت على اتصالها بالمسلمين وعرفت ثقافه المسلمين وعرفت ايضا الحضاره والعديد من المؤلفات والكتب المسلمين. فحرب الفرنجه باتت بالفشل، ولكنها لا تكسب اي شيء غير انها عرفت الحضاره الاسلاميه وايضا الثقافه الاسلاميه. طيب المسار الثاني، المسار الثاني وهو من خلال ذهب العديد من المسلمين الى ايطاليا والى اسبانيا، طبعا من اهم الدول اللي احنا عارفينها. طبعا ايطاليا كل شويه نذكر اسم ايطاليا، اي اسم دوله يا صف ثاني نذكره في الدرس لازم نكون عارفين أين تقع هذه الدولة على الخريطة. فعندنا جنوب إيطاليا وأسبانيا من الدول التي كان يهاجرون إليها المسلمين ويذهبون إليها الأدباء والمفكرين المسلمين. فهذه البلدان أو هذه الدول ساعدت على اكتساب الأوروبيين إليهم، يعني الأوروبيين في المناطق المتفرقة ذهبوا إلى هذه الدول خصوصا للتعرف على المفكرين المسلمين والمستشرقين وترجمة الآداب والكتاب وترجمة العديد من المؤلفات الإسلامية والتعرف على الحضارة الإسلامية وامتزاج
تعليمات أوروبية اتخذها الأوروبيين في العديد من العلوم مثل علم الفلك، علم الموسيقى، أسماء الحيوانات، أسماء النباتات، العديد من الأسماء التي كان أصلها أصل عربي واتخذها الأوروبيين، زي كلمة عندنا كلمة حد يعرف إيش الكلمات اللي ممكن تكون أصلها أصل عربي واتخذها الأوروبيين، زي كلمة ليمون ليمون، زي كلمة كيف كهف قريبة منها جدا، أيضا ياسمين الكلمة أصلها عربي اتخذها الأوروبيين، وجسمن الاسم جسمن. فمعظم الكلمات العربية أصلها أصل عربي واتخذها الأوروبيين لامتزاج الثقافة الإسلامية بالثقافة الأوروبية. وكده احنا عرفنا ايه هي دور الحضارة الإسلامية في قيام النهضة الأوروبية، وعرفنا أهم المعابد والفئات التي ارتبطت بالأوروبيين، وأيضا عرفنا إزاي أوروبا كان اختلطت بالمسلمين وذابت إليهم عن طريق حرب الفرنجة، ولكن الحرب باتت بالفشل، بس اللي اكتسبته أوروبا في هذه الحروب معرفتها للحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية. والمسار الثاني وهو إيطاليا وأسبانيا اكتسبت العديد من دول أوروبا للذهاب إليهم لمعرفة المسلمين المهاجرين إليها ولمعرفة أهم الأدباء المسلمين في هذه المنطقة. طيب يا صف ثامن، نستكمل الدرس مرة أخرى، ولو في أي شيء ما مفهوم خبروني.